مساء الخير مشاهدينا الكرام، يلي منكم ما كاين احلى، يا الحلوين كي شهدت النحله بكم مزيان القعده وتحلى. سلامي اليوم لكل راجل وفحله، من الشرق للوسط من الغرب للصحراء، في الشروق تي في جمهورنا المالك اللي نخدموها احنا، او بيان سور في كوفي تايم هدفنا نقدم لكم الاحلى انا وزملائي كاع هذا العام. نقول لكم ما كاش بروبليم. ميرسي وعجبتني الدخله، ما شاء الله عليك. نقولكم متابعينا الكرام مساء الخير عليكم. بهذا الكلام الزين نبداو حلقه اليوم اللي راح تبقى معكم تيلة ساعه ونص حتى لجوج سوايع من زمان ان شاء الله، دائما عبر قناه الشروق تي في، القناه الوحيده اللي دائما ترافقكم في كل الظروف في كل الاوقات وبكل المواضيع اللي انتم تحبوها. احنا دائما في البداية كما عودناكم دائما عندنا فقرة تاع ليه نشوفوا وصفة خفيفة باش نديروها في القهوة انتوما لكم في الديور، نشوفوا ليه ونرجعوا لكم. مشاهدينا الكرام دونك ابخي لا روبريك تاع ليه اللي عودناكم تشوفوها تبدا لكم اون ايدي، تقدروا حتى تنوضوا طيبوها غابيدمون القهوة. مقروط الورد ما يكزيستيش. مقروط الورد اليوم اللي طلع عليكم، انا نقول لكم كي العاده عندنا سؤال تفاعلي راح ان شاء الله تشاركونا معاه عبر اتصالاتكم على الارقام اللي راح تظهر لكم اسفل الشاشه. الرقم حافظوا عن ظهر القلب كريم 26 70 92 94. شكرا. نقول لكم مشاهدينا الكرام المقوله تاع اليوم ولا السؤال التفاعلي تاع اليوم، الراجل عيبو جيبو. دونك ماذا بينا تقولوا لنا اسكو واش رايكم في هذا الموضوع، اسكو راكم مع او ضد، واذا راكم مع لماذا، واذا ضد لماذا. دائما عبر اتصالاتكم وبوركوا با حتى عبر لي كومونتير كريم اللي راحين يكونوا في صفحه رسميه لقناه الشروق عبر هذا اللايف اللي رانا معاكم في صفحه الفيسبوك. اعطوني كاميرا وراي كاميرا وراي. اعطيني كاميرا. شفتوا رجال، شفتوا راجل عيب وجيبو. ها تما درو كيفاه اليوم، كاين الناس يقولوا الراجل عيب وجيبو وكاين بعض الناس يقولوا الفقر ماشي عيب. هي هنا وراه العيب. دونك اوكي انا جو سوي جو في تو ريبوندغ على لا كيستيون دي، راح نوب على كل النساء اللي راهم يتابعوا فينا خلف هذه الشاشه القيمه. نقول لك انه الراجل عيبو جيبو وش علاقته بالفقر. يكون الفقر هو يعني مكتوبه داخله في المكتوب، ان كي يكتب لك ربي تعيش فقير تعيش فقير، لكن الراجل عيبو جيبو هو هذاك الراجل اللي يقعد ويمد يده لانه الطلبه ما دله، لكن الراجل اللي يسعى ويخدم ويتعب وما يلحقش هذاك اكيد ما يكونش عنده عيب، لكن يقولوا ما كفاش حاله ولا صدرك تبدلت زهره على بالك تبدلت دروك. ما راهيش غير الراجل عيب وجيبه، راك باغ اكزومبل كي واحد يروح يخطب يسقسوه الى عنده سكنه. داكا كي تروح دوموندي سكنه يقولوا لك الا راك متزوج نعطيك سكنه. دائما كاين خالد. هذه معادله صعبه ما حاش نقدر نريبوندي لك عليها، بالك يكون على اتصال ويعطيك تعطيك الاجابه. لكن قبل هذا الاتصال عندنا حاجه رايحين نعتمدوا عليها اللي هي كوم توجور لو سونداج اللي توجد هنا على الناس. هلا عيساني اللي دائما تجتهد وتجيب لنا هاد الاراء من الشارع الجزائري. نشوفوا مع بعضنا هذا السونداج ورانا راجعين. هي الصح هي الصح اللي تاع الراجل جيبو عيبو جيبو، ما الانسان يبكي على الصحه. الصحه هي الصح، ومن بعد تجي عيبو جيبو. كاين اللي ما عنده الصحه واش يدير بالدراهم؟ بالاخلاق. الصحه هي الصح. الصحه هي الصح، ومن بعد الدراهم ولادك تجيهم بعد ان شاء الله. مي الصحه الصحه هي الصح ان شاء الله. انا اقول لك بين قوسين في الدين ما نقولوهاش، علاش؟ الفقر ما يتعيفش. النبي صلى الله عليه وسلم كان فجعلك عائلا فاغنى، النبي صلى الله عليه وسلم كان فقير وربي ربي غناه. عيبو جيبو نقولوها في الجاب باسكو المراه تحق الراجل، الا راجل ما عندوش في جيبو تولي ما تشوفش فيه. شوفي سامحيني، الكثير من المفاهيم عندنا خاطئه جدا جدا جدا، سلبيات بزاف بزاف بزاف، دونك نحاولوا كيفاش المراه دوكا سي ان بلوس في حياه الراجل. المراه تخدم والراجل يخدم، يشربوا وليداتهم، الله غالب السكنه، مصاريف الحياه راهي بزاف. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام بعد هذا السونداج اللي شفناه مع الشعب الجزائري، وشفتي باللي الرجال ما كانش عاجبهم الحال. اكيد ما عجبهمش الحال، لانه يعني يقول لك كي تحسها في جنابك تحس لها مليح، باسكو رانا نهضروا عليهم. المقوله كامله تقول الراجل شوفي عباسي عيبو جيبو. انا زعما كاين واحد العفسه هكا طريفه نبغي نقولها،
عندي صاحبي كيسمع الناس تقول عيبه جيبه عيبه جيبه، نهار اللي راح خطب شرا سيرفات باش كاع ما فيهاش كاع جيوب، ما يشوفوها لا منها لا منها. يعني ما عندوش جيب. ما كانش جيب. انا نحب نوجه تحيه في هذا الموضوع الكامل هذوك لي جن اللي نلقاهم يبيعوا الثوم، نلقاهم يبيعوا المعدنوس، اللي تلقاه يحوس برا تلقاه يبيع التايكه وكذا، هذوك الناس اللي تحسوا بلي راه يتعب على هذيك الخبزه، راه يجيب فيها بتعب، ويعني تحسوا بلي راه يجاهد. انا هذاك هو اللي نقول لهم البنات تاع اليوم جو بونس حنهضر حاجه بالك ما تعجبش الكثير من الناس، لكن انا نقول بلي كي تلقى كاين دي جون يعني ما يخدموش عايش بهذاك الدور اللي مدهولو باباه ولا يقولو بابا اعطيني مالغري كو يتكل على واحد في عمره 60 سنه عنده اون روتريت هو الي جون الوغ كو هو اللي نورمالمون يمد لباباه. بيان سور وي 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 فوالا. والخدمه ثاني ماشي عيب، المهم الانسان ولا جون ولا يتعب باش يجيب القوت اليومي تاعو، ونستقبلوا اتصال معنا ونشوفوا الراي تاع المتصل. اول متصله معنا في حلقه اليوم، مع الوالو مساء الخير. الو مساء الخير. مساء النور. واش راكم لاباس؟ لاباس يا عائشه، كنتي لاباس؟ لاباس لا الحمد لله. الحمد لله، مرحبا بك. الله يسلمك عايشك. من وين تصلي بينا؟ برقي. من؟ برقي. براقي. من براقي، من براقي، مرحبا بك. مرحبا بناس براقي. لا بس لا الحمد لله. الحمد لله. وش رايك في موضوع اليوم؟ الله يعني موضوع ما شاء الله هايل. وش رايك انت يا زعما الراجل صح عيب وجيبو؟ لا راجل ماشي عيب وجيبو. ما يقولوا راجل ما يتعايبش. راجل ما يتعايبش. فابيان يكون انسان صالح. صح سي فغي. يعطيك الصحة مدام، راني معاك أنا ثاني. صح شوفوا ويبين بلي أنا راني مع المقولة، ما تسقسيتينيش رأيي. لا لا المقولة هذه ما نستعرفوش بها، بصح كومام نستعرفوا بلي جون هذوك اللي يخدموا، وش رأيك بين واحد يخرج الصباح يبكر يخدم ويدخل العشية لو كان 30,000 وبين واحد ينوض الصباح يقول ماما أعطيني 20,000، وش رأيك؟ أنا ماشي مع اللي يقول ماما أعطيني دراهم. شفتي؟ اللي يخرج يخدم. صح. 10,000 فيها بركة. يعطيك الصحة، أنا هذا واش حبيت نقصد. هذه هي. تخي بيان. أنا وليدي يخرج يخدم لو كان يجيب 10,000 فيها بركة. فيها بركة. صح صح. يعطيك الصحة. يعطيك الصحة. ربي يحفظه. الله يسلمك، الخدمة صح صعابة، صح العبد لازم. لازم يقاوم، لازم يخدم، لازم. سي فغي سي فغي، ربي يكون معاهم. صح رانا في وقت شويه صعيب، بصح لازم الواحد يفرض روحه، لازم الواحد يجيب الخبزه تاعو بيده. يده صح، هذاك هو الصح. هذاك هو الصح. اكيد اكيد. يعطيك الصحه مدام، نشكرك على الاتصال مره اخرى، ربي يحفظك. الله يسلمك. هاي السلام عليكم. السلام ورحمه الله. اكيد تشوفي باللي ما نظنش باللي زعما نصيبوا في الشعب الجزائري اللي راح يجي معاه هذه المقوله. نقول لك حاجه، كاين ربما فئه من بالك الفتيات ولا الراجل، انا نقول يولي عيب وجيبه كيكون قاعد، يعني كيكون راجل ما يخدمش، ما تحسوش باللي يبذل في مجهود باش يجيب هذيك الخبزه، يولي عيب وجيبه. بصح الراجل اللي يخدم واللي يعني ما يخليش الهضره عليه. وثاني اللي غير مسؤول، تسمى تحسيه غير مسؤول وما تقدرش تكل عليه، يقول لك عليه تنطبق عليه هذه المقوله عيب وجيبه. احنا مشاهدينا الكرام نروحوا فاصل اشهاري قصير ونرجعوا لكم. جيت سوما باش نعمروا الجيب. فوالا. عودة لكم مشاهدينا الكرام، مازالت قاعدتنا متواصلة ومازال سؤال تفاعلي للناس اللي تحكوا بنا في هذا اللحظات، الراجل عيب وجيبو. سؤالنا التفاعلي تاع اليوم اللي رايحين نسمعوا آرائكم عبر المكالمات الهاتفية اللي راح تظهر لكم الأرقام تحت الشاشة ولا الرقم اللي حافظه كريم. 23 72 غلط. بون. 72 94 وعندنا اتصال. تمام. مرحبا بكم انتم ثاني، كي جيت السؤال حبيت تشارك معنا. مرحبا بك. مرحبا بك. مرحبا بك. اولا قولي لنا شكون معنا ومين من وين؟ انا من قسنطينه. الله يبارك. يعيشك خويا. مرحبا بنات الشرق. يعيشك يعيشك. تفضلي. كلامنا ناس الغرب. منين اللي عارف؟ من الغرب من الغرب من الغرب من الغرب. معليش. وحدنا. شكون اعطيني ذكرني بالاسم الكريم. انا اسماء من قسنطينه. معليش انا وانت اسماء رايحين نضربوا مع كريم اليوم نغلبوه. هو من الغرب. لا احنا من الغرب ناس ملاح. احنا ثاني ناس ملاح.
ربي يحفظك. خيار الناس وبزاف نحبوهم وبزاف ناس ناشطين في البرامج تاع الشروق تي في. والجزائريين كاع ناس ملاح كاع. اكيد. والله يا خلاص. تفضلي على واش رايك للراجل عيبو جيبو. شوفي تاع هذا اللي يعني المقوله مقوله ماهيش يعني اكزاكتومون 100%. مي راني معاها كي عند الراجل قاعد في الدار المراه تخدم عليه قادر. تقدر تقولها له مي تاع عيبو جيبو ماشي هي. صح يعني يعود الراجل خدام وما سعاش ما قالب. صح كي يكون خدام وما سعاش راني معاك. بصح كي يعود ثاني قاعد والمراه برا تشقات خدام جيبي الاولاد تجي الاولاد وتجي هو مكسل. هذا يولي عيب وجيبو هذا يولي عيب هو كامل ماشي غير جيبو. هذا عيب هو كامل. صح اكزاكتومون. او والله غير هذه هي. معليش شكرا. تفضلي 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 واش قلتي يعني؟ قلت يعني ماهيش يعني مقوله يعني العبد يتقاد فيها مي ساعه ساعه. يعني فيها استثناءات المقوله هذه. يمكن بالك انا نظن بزاف ناس هي ماشي مفهومه 100%. بالك هما اللي قالها هذا اللي كتب هذه المقوله ولا اللي قالها كان يقصد يعني الراجل اللي ما يخدمش والراجل. كتبتها مره. اوفيسيال اوفيسيال. دائما راقد. شيخ مو كتبتها مره قلبها العمر هذه. مع الوقت مع الوقت المقوله هذه ولات شغل كانها تتعاير الراجل يتعاير بها فوالا. اكيد اكيد لانه المراه ثاني يعايروها بعده اشياء راح نطرقوا ليها في حلقات اخرى. اليوم بالك الراجل جبنا له حاجه تقال عليه باسكو على بالك. خلاص اوكي اسمع ما يكون لا خاطرك. على بالك زهره لو كان هذا ربي يعينكم ان شاء الله. شكرا شكرا لك. اوكي كريم تفضل. كنت نقول لك زهره عرفتي هذه المقوله لو كان نطبقوها باغيكزومبل عليا انا تسمى انا راني معيوب. علاه؟ ايه دوك كاع اللي جانا راك خدام. هو بصح بصح يعني كان نطبقوها يعني على انسان يكون خدام ويكون اخر تروح زعما باسكو قلت لك كيما مقبل الناس راهي واحد يروح يخطب يدومونديو له سكنه يدومونديو له لوطو يدومونديو له. انا بكل صراحه يعني في حياتي اليوميه ولا بصديقاتي ولا بميكوزين ولا ما تلاقيتش بناس هكا يدومونديو السيارات والديار نو. العذره حاجه والواقع حاجه. معليش نقول لكم مشاهدينا نروحوا فاصل إشاري؟ لا نروحوا نشوفوا فقرة التراند ونرجعوا لكم. باسكو ما درتليش قهوة. وي. اوكي. نروحوا التراند. ألوغ تفضل. هي القهوة تاعك. فوالا. بون مشاهدينا الكرام التراند الأول تاع اليوم كان كاين جزائري ضمن الفريق المكتشف للقاح كورونا. بمخابر فايزر والسفارة الأمريكية تهنئ بالإنجاز. برز هذا الاسم الجزائري سليم بوغرموح في قائمة الباحثين بمخابر فايزر الأمريكية الذين اكتشفوا اللقاح ضد فيروس كورونا كوفيد 19. إن شاء الله يكون الحل ويكون يسلكنا من هذه الجائحة إن شاء الله يا ربي. ونروح معك ديريكتومون للجانب الثقافي حيث اختيرت الفنانة الجزائرية المتألقة ريم ساكوت لتكون عضو لجنة تحكيم مهرجان وجدر الفيلم المغاربي في طبعته الرقمية 2020. دونك ألف مبروك البنت بلادنا وإن شاء الله نستضيفوها بوكو با بعد حلقات من برنامج كافي تايم. والترند الثاني على بالكم الترند الثاني كما كاع الجزائريين شافوا الهدف تاع رياض محرز الهدف الجميل والرائع. بالمناسبه الترند كاين ترند واحد اخر اللي دار في الدرجه تالي من الفريق الوطني اندي ديلور ولا نقولوا له اندي بوزلوف. يعني هو بعد ما سجل الهدف بالراس تاعو تما قال لهم صاي غادي نسمي روحي اندي بوزلوف. بصح انا بغيت نقول لك خويا بوزلوف ولا خويا اندي ديلور الا راك فاهم واش معناتها بوزلوف قول الناس تفهمك باسكو مش كيتش راك فاهمها بيا. هو تما بالك على القوه تاع الدماغ تاع الكبش الله يبارك. نوجهوا له تحيه على الجراه تاعو والله غير أكيد. إذا نروح نعاود نديك للجانب الثقافي ونحكي لكم على الفنانة الإماراتية أحلام الشمسي اللي أشادت عن الفنانة الجزائرية وردة الجزائرية وأعمالها الخالدة وصرحت أن هناك تقصيرا بحقها حيث من المفترض تخصيص وقت لها في مختلف القنوات والإذاعات لإعادة وبث أغانيها. الله واش رأيك كريم؟ مقهورين. مقهورين من الجزائرية مقهورين. والترند اللي راه معايا ثاني مشاهدنا الكرام انه البارح
والله يا كريم غير عاودتي عشتي اللحظه تاع 2011. بيان سير انا خرجت بلا ما فيش 11 2011 2011 لا لا في 2009 عليها 11 سنه وي فوالا 2009 تري بيان دونك ابخي الترند وكل يعني ما هو دارج في مواقع التواصل الاجتماعي نروحوا نستقبلوا ضيفه اللي راح تكون معنا من العالم الجميل من عالم التصاميم معنا حاضره اليوم مصممه الازياء الجميله المتالقه لا بلي دوس زفيره اكرام اللي راهي حاضره معنا اليوم بعد الجينجل وانا بعد هذا الجينجل مرحبا بك مساء الخير أهلاً. مرحبا بيا في قهوتكم الله يسلمك يعيشك مرحبا بالاخ كريم مرحبا بالاخت زهره صباح الخير يا كرام صباح الحمد لله وانتم لاباس نورتينا اليوم الله يخليك والله اليوم عرضناك جيت تشربي معنا قهوه مرحبا بيا عندكم شربي قهوه يعيشك كيفاش لازم القهوه باش يتقعد الراس فوالا سخونه ولكن القهوه كي تاي يحطهم في زوج يهز البريق يديروا لك سكر دير اللي حابه سكر حابه سكر هاي سخونه تشهي الريحه طالعه الله الله هكا نقعدوا راسنا ونحكيو ونحكيو بيان دونك انا معاكم اكرام اللي معروفه في وسط التصاميم بالتصاميم تاعك وخاصه القفطان يعني القفطان اكرام لي انفاتابل يعيشك هذا كرم منك تخي بيان هو انه داز فيرا هي عندها 7 سنين من في الوجود يعني في الساحه الفنيه شكرا الله يعيشك عرفت بالقفطان خدمنا يعني بزاف من عرايس ونوعنا وابتكرنا فيه يعني حطينا اللمسة الشخصية نتاعنا في القفطان وهذا العام كاين مفاجأة انه دار زفيرة توسعت في المنتوجات تاعها وملنا الكامل اللباس التقليدي الجزائري نتاعنا احكي لي على القندورة بس القندورة ان شاء الله هو قريب ان شاء الله حتخرج اخر كوليكسيون اللي فيها عينك ما تشوف الا النور ايوا ماذا بكم ديروا لنا المناسبات قناه شروخ هكا باش نلبسوا القنادر تاع زفيره والله غنلبسوا الرجل لباس الرجل وراه في دار زفيره ما كان ايه صح والله غير هو الرجل ماشي منسي وانتم شوفوا منكم انتم اللي ما تلبسوش هما اللي ما تلبسوش في الترديسيونيل انتم كي كاين مناسبات لبسوا كوستيم لا بصح زعما لو كان نهضروا لا فيريتي ما كانش اللبسه التقليديه تاع الراجل وراه لو كان زعما باغ اكزومبل نظن هو الدور تاع لي ستيليست ثاني يلهاو غير في القفطان المهم الالبسه النساء تاع النساء النسائيه بصح الرجال انا مره سقسيت هكا خبراء حبيت نعرف اللباس التقليدي تاع الراجل في كل منطقه ماشي معروف بزاف هو شوف هو يلبسوه في الاعراس بصح في هذه يعني نوافقك في الراي هو انه مش يهمشناه ولكن تلمو ما شاء الله العروسه متطلباتها كثيره وما تخلصش بلاصه دلوعه من نهار اللي تخطب لنهار اللي ندوها عند دار الرجل معاهم الخدمه بزاف الراجل يقول لك عيب الراجل يقول لك انشرى واحد في 10 سنين ويشعل ثم المراه عندها ديما جديد عندها ديما المناسبات متطلباتها وتحب كل مناسبه تحب يكون عندها لبسه ما خلت لكمش الوقت تفاهموا مع النساء الجزائريات يعني صحيح الوقت تاعك تلمو لا دوموند بزاف من عند لي فام ما خلي ما صفوش الوقت وين تلقاو ولكن فكره يعني ما نستهانوش بها ان شاء الله نعاودوا نطلعوا اللباس التقليدي الجزائري زي الرجالي ان شاء الله يا ربي ونخرجوا به للعالميه ان شاء الله نوروا لهم باللي بلادنا فيها ثقافه فيها أكيد. النساء وكاين الرجال عندنا البرنوس عندنا يعني البرنوس ما شاء الله ما شاء الله واكرام حبيت نسقسيك يعني الموجه اللي صارت مؤخرا على البلوزه الوهرانيه على اللباس التقليدي الجزائري اللي داوه دول مجاوره كيفاش كانت لا بوزيسيون تاعك كيفاش كان ردك في هذيك الفتره شوفي انا ردت الفعل تاعي ونقول انه خصنا نزيدو نعملوا اكثر لتسويق منتوجنا دوليا لانه احنا منتوجنا مش ما نقولوش لحد الان انه كاين مصممين الله يبارك هم يعملوا جاهدا باش يخرجوا المنتوج برا الجزائر باش الناس تزيد تتعرف به لانه انا ما نلومش البلدان الاخرى لما تشوف هي واش يلحق لها ويلحق لها منتوج بلد ما ما يلحق لهاش المنتوج الجزائري فالدور نتاعنا احنا اللي نقلوا هذاك المنتوج باش يشوفوا مؤخرا كانت عندي مكالمه مع مواطنه اماراتيه
وعرفتها باللباس التقليدي الجزائري انبهرت. قالت لي انا ما نعرفوش من قبل. قالت لي ما شاء الله فيه يعني رشمات وقصات حتى الالوان وبرستيج كبير اللباس الجزائري. قالت لي كلاس. قالت لي انا متحمسه نتعامل معاك. يعني هذا كان فخر لي ومن تماك يعني خديت الدرس انه واجب علينا انه لازم الترويج نعملوا على الترويج اكثر واكثر اكثر بمهرجانات بفعاليات ان شاء الله. يعني شفنا بلي في الجزائر داروا الشهر التقليدي الجزائري يعني الشهر الثقافي اللي نعم. هو فعاليه ترفع لها القبعه. اكيد اكيد هو الترويج مش دور تاع برك الاستيليست ولا وزاره الثقافه، دور تاع الفنانين، دور تاع الاعمال الثقافيه. هي سلسله لانه كيما باغ اكزومبل نشوفوا زعما فنان مشهور مثال نختاروا فنان مشهور جزائري سول كينغ مثال لو يلبس لباس تقليدي في الفيديو كليب تاعو على بالكي باللي الترويج خلاص ما تستحقيش الدور تاع الفنانين تاعنا ثاني راه ناقص في الترويج الامور الجزائريه. ولكن نقولوا باللي ما نقطعوش الياس لانها سلسله يعني بدات من 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 الوزاره تمشي للمصممين، المصممين يديروا علاقات مع لي زارتيست. حنا وشنو هو الدور تاعنا؟ انه نتعاملوا مع المشاهير مشان يوصلوا الذوق نتاعنا واللباس نتاعنا العالمي لانه عندهم ان بلاتفورم يعني جماهيريه كبيره اللي تختصر لك الطريق. ان شاء الله انا والله انا متفائله يعني ان شاء الله احنا في طريق ان شاء الله نشوفوا ان كوليكسيون غيش ونديروا لكم كيفاش نديروا لك لباس كريم. وانا نعرفتكم هذاك النهار تشربوا قهوه عندي شرف لينا نتشرفوا بالحضور. عندنا سؤال اليوم تفاعلي اللي يقول الراجل عيبو جيبو على غير كرام. هذه المقوله انا ما نحبهاش هذه المقوله مو نون بلو لانه الرجل ما يقدرش يعيبو جيبو. هذه نحن يعني ننساوها نهائيا. هو الرجل يتميز بصفات يعني بالاخلاق بالدين بالظرافه في الهضره في المعطاء. يعني الرجل هو اكبر بكثير من ان نحصروه في جيب لانه الجيب انا يعني النظره تاعي ان الجيب هي ميزانيه سيتون بالانس يخرج ويدخل الله اللي رزاق. يعني هما الحياه سي ان كورب طالعه هابطه طالعه هابطه ما نقدروش نعرفوا وقتاش ربي يرزقنا وقتاش يقل رزقنا وهي ماشيه. اكزاكتومون دونك ما نقدروش نحصروا كامل الرجل في مقوله يعني الرجل عيبو جيبو. كاين الحديث يعني كيقول لك من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. هذا اذا حضرنا في الكوتين تاع يعني ما كانش مكان للمال في الحديث. يعني احنا نستقبلوا متصله معنا الان ونشوفوا ندخلوها معنا في لو بان ان شاء الله. تخي بيان. الو وي الو الو. لقد ذهبت المتصله لنرجع الى الحديث. دوك هربتي لها الفكره كرام. نكمل معكم ما فيش مشكل. قلت لكم دونك كاين مواصفات اهم من 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 الماده اهم من الماديات. وانه انا ننصح جميع الفتيات الجزائريات يعني باش نهار اللي يجوا يحكموا على هذاك الرجل يحكموا على اخلاقه يحكموا على صفاته يحكموا على تعامله مع الناس على مواقفه سورتو مواقفه الرجوليه على انه معطاء. واهم اهم اهم حاجه الراجل اللي يحب يماه ويحب والديه عمره ما يهين المراه. صح شوفوا تعامله في العائله. صح علاش يقول لك علاش يقول لك باللي كي يجي واحد يخطب ماهوش يخطب وحده يجي كاع الفاميليا وكاع يجوز على عده مراحل. الاب يشوف الام تشوف. يعني الماديات نخلوها نخلوها ربي سبحانه. نشوفوا معنا راي المتصله راهي معنا الان. الو وي الو. انا مساء الخير. مساء الخير. مساء النور والياسمين. واش راكم؟ لاباس يا عيسى. الحمد لله. ما عليكمش. لاباس اهل الشرق اكيد. انا مغلب والغرب اليوم. مانيش من الغرب راني من الشرق. لا لا اهل الشرق اكيد. مرحبا بك. اهلا بناس الخروب. اهلا بناس الخروب. بك يا عيسى بس حنعيط من نيس. من نيس مرحبا بك. انا من نيس. تحية لكل الجالية الجزائرية. يعيشك خطيفة. يعيشك. احكي لي كيف توحشتي البلاد. في الموضوع تاع الراجل عيبو. راح طول تفضلي. الو. ماذا بينا وحدها هكا تكون دمها سخون. تفضلي. خطاك انا بالنسبة لي تسمى واحد يقولوا عيب وجيب. يجيب يوصل يمد بصح المرأة تعكسه. داكور تما انت فهمتي المقوله من هذا الجانب. اي
انا فهمت هالمقوله هذه. قلت لك بصح كاين راجل يخدم يجيب يحط لها كلش بين يديها. بصح حكيت ما يعجبهاش الحال. تما مش جيبوا لي عيبو، تما هي المشكل. يعطيك الصحة هي. داكو. أنا في عقليتي كيما هكا، خاطرك شفت مواضيع بزاف، الراجل ما عندوش واش ما خصوش يجيب نجمة من السنة ويحطها، وهكا مسكين ما عندوش زهر، وماشي قانع بيه، تبي كيما هكا. خلاص أنا ساتيسفي. اليوم شوف كريم اليوم ميت بالفرحة. ساتيسفي عندك الحق مدام. يعني دي هاد الحال. ما صدقني غير ما اسمحوا لي. تفضلي. ماشي كامل كيف كيف. بيان سور. بصح معليش نسقسيك حاجة خلاص. كاين. أنعم. معليش نسقسيك، أنت هاد الظاهرة هذه وين شفتيها؟ شفتيها في الحياة العامية في أن فرانس ولا في الجزائر؟ نعم مش خالد؟ هادي كون نقولها يطير راسي اللي ما بطلبش. اختي ما تقولهاش. ما تقولش. وجعني قلبي. وجعك قلبك، خلاص ننساو الموضوع هذا. نشوفو نسكت. خلاص، معليش، ربي يجيب ساعة الخير إن شاء الله. راهي معنا مصممة أزياء. يعني يقولوا الراجل سيد الناس. مهما واش يخدم المهم يجيبها حلال. معليش ان شاء الله يا ربي يجيب ساعة الخير كما قلت لك. مي مالغري الموضوع تاعنا يحكي على الراجل، مي ديما خاص لكم فقره كاين توجور لا فام حاضره في الحلقه تاعنا. لا فام اللي توجور بريزونت في الحلقه تاعنا. دونك نعم. اسكو تلبستي لي توني تراديسيونيل دي مو سي سور. انا كنت في الجزائر، انا كنت نحرج القندوره القسنطينيه. تري بيان، دونك معنا سيليس زفيرة راهي حاضرة. مرحبا بك مدام معنا. نعم. مرحبا بك معنا. بك يعيشك اختي. يعيشك. زفيرة هي مصممة أزياء اللي تصمم الأزياء التقليدية والقندورة وهذوك. الأزياء التقليدية والشرق يعني زاخر بالألبسة التقليدية. هناك القندورة القسنطينية التقليدية في موديل موديرن. مودرن وهذا هو الواجب نتاعنا ان شاء الله. بونطالون روب ميني كيما تحبي. وهذا هو واجبنا ان شاء الله، ان شاء الله انه ندخلوا العصرنا في لباسنا التقليدي باش يتماشى مع جميع الاذواق ان شاء الله. الجزائر ماشي اقل من حتى دوله، الجزائر نواره في نص جنان. اكزاكتومون. صح ما شاء الله. لازمنا نكونوا قد المسؤولية باش نطلعوا الدرابو تاعنا. ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله احنا الجيل الواعد. ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله اختي ربي يعينك. شكرا لك. ربي يعيشك. شكرا على الاتصال تاعك مدام، ربي يحفظك وريحي تفرجي فينا، مازال البرنامج متواصل. يعطيك الصحة. تفضل كريم. اذا دخلكم مشاهدينا الكرام نروحوا إليكم مشاهدينا. بعد كل ومضة نعود وقد زاد شوقنا في القلب لكم نبضة. ليست هي إلى ثواني ودقائق، لكن على بعدكم لا نرضى. أكيد. أنا حافظة. ألوغ إكرام عدونا نرجعوا ليك. دونك كامل الناس اللي عدوا من مختلف المجالات نسقسيهم هاد لا كيستيون. في زمن الكورونا تبدلت الخدمة، تبدلوا المعطيات، تبدل كلش. كيفاش تتأقلمتي مع هذه الأزمة؟ هو في زمن كورونا كما قلتي تبدلوا كامل المعطيات، وهنايا أنايا نخرج من دوري كمصممة وندخل في دوري ك يعني إدارة أعمال. جيستيونير. لأنه أنا أصلا خريجة إدارة أعمال. تخمي دونك. دونك جو جو لي دو رول. وهنايا نشوف متطلبات السوق وشنو هي، كيفاش أنا نقدر نتعامل مع هذه الجائحة كورونا باش هذه المؤسسة، لأنه في الأخير هي مؤسسة دار للأزياء، يعني كيفاش نساعفها باش ما تطيحش، باسكو ما كاش المبيعات نقصت لانه الاعراس ما كانش، وهو هذا شيء طبيعي منشان يعني ما نزيدوش في انتشار المرض اكثر واكثر. لهذا انايا تاقلمت مع المراه الجزائريه، يعني خرجنا من سيون بو دير لا سال دي فيت
ودخلنا للمنزل. انا تاقلمت معاها وطلقت تشكيلات خاصه بالمنزل يعني حتى نرضيو الطلب نتاعها. يعني سيتي انتيليجون فريمون اكزاكتومون سيتي فوالا كيما قلت هي فكره ذكيه، ولكن نعرفك مع ليغو لازم يهبط شويه لانه تقول انا لا حابه عندي افكار بزاف تاع باطن وكراكوات حابه نطلقهم، حابه نطلق اخر تشكيله. صح وشنو هي الفائده ما تلقي اخر تشكيله فوالا يعني تحطيها جوست بوغ دي جام؟ هذا يعني صح. خطا استراتيجي كبير اللي يؤدي لهذه المؤسسه نهبطها يعني تكون صح. خرجت ان فون تاع تشكيله باش تعرضها للناس صح ما كاش مقابل. دونك حنايا مشينا يعني جانا حاله زوينه. إكرام المراه المناسبه في المكان المناسب في البلد. اكزاكتومون. دونك هي قالت لك خريجه اداره اعمال. اداره اعمال. دونك ولات عاودت ولات لو رول تاعها يعني فوالا شفت متطلبات السوق وشنو هو السوق اللي جبرني معاه، وشفت باللي انه المراه مازالها تفرح بروحها مازالها تعيد. جوزنا اعياد العيد الصغير العيد الكبير كاين خطبات على الضيق يعني هكا الام والاب ويحضر غير اب العريس وهكا يعني خرجت لهم تشكيلات يقدروا يكونوا لابسين دائما الذوق الرفيع والتقليدي يعني باش ما نخرجوش عن الطابع التقليدي ولكن منزلي. حتى ان شاء الله نزيدوا نستناو ان شاء الله ويتنحى علينا هذا الوباء ان شاء الله. جميع بعد الوباء ترجعي الاختصاص تاعك اللي معروفه به ان شاء الله ونرجعوا يعني للازياء التقليديه اللي نمشوا بها لقاعه الحفلات. انا حبيت نسقسيك سؤال، هل اكرام اهل زفيغه ميزون زفيغه هل انت راضيه على مشوارك؟ الحمد لله. مشواري لو كان نقول لك كي بديتو ولدوكا كاين تقدم كبير وملحوظ، يعني انا نقول بلي كل عام يجوز لعندي هو زياده ليا في التجربه وفي الخبره، يعني كل عام انا نزيد نتنور ونشوف وشنو هما متطلبات السوق وشنو هما القدرات. اكرام ما كاش واحد ما زادش معلم صح، ما لازمش نحشمو فيها. انا نتعلمو فوالا. انا خريجه دراسه اداره اعمال، مشيت للتصميم كهوايه. التصميم في التصميم وليتي عصاميه يعطيك الصحه. تعلمت يعني تعلمت مع التجربه، مشيت مع ما تقلقتش على روحي، مشيت مع روحي تدريجيا خطوه بخطوه واحترفت التصميم على مدى السنين. وانا راني قاعده نعمل وانا راني قاعده نزيد نكتشف واش عندي لداخل صح وننمي في القدرات تاعي. عمره ما كان عيب الواحد يقول انا يا لا لازم نكون هنايا باش نبدا، لا لا بس كنت تو ام سكو تو في يعطيك الصحه. ما انت من قصتان قدراتي ان امن بحاجه يسموها التطور. انا يوم بعد يوم اني نزيد في كفاءاتي في مهاراتي في التطور نتاعي ونرضى يعني نرضى بهذاك الشيء اللي نقدمه ولكن ونطمح. لانه كاين حاجه ما لازمش المراه الجزائريه او اي انسان يطيح فيها وهو الغرور، يكون قابل يتعلم فاتح مخه للتعلم وعنده قابليه يشوف الثقافات الاخرى صح يجاور الناس يتعلم مع الناس يشوف اللي سبق منه في الميدان. ماشي يقول انا يحط الماركه تاعو في السوق ويقول انا هو الاول، ولكن انت الاول باعمالك. وما سمح لي ما ننكروش لارشيف يعني ليكسبيريونس دو 7 ans عمرها ما تعادل ليكسبيريونس دو 30 ans. اكيد يعني كاين تدريب اكيد ما نفوتوش ما نسبقوش اللي فاتونا. انت اكيد دوك احنا عندنا مفاجاه ليك على ديك ليكسبيريونس تاعك والخبره في المجال. عندنا مكالمه اتصاليه، من وين تتوقع هذه المكالمه قبل ما نبدا المكالمه؟ مكالمه ما سبيسيالمون اللي كان عايزين لينا. شكون اللي يستهويك اكثر في مجال التصميم في الجزائر؟ ما تروحش بعيد خليني والله تلفت انا برك والله ما نقدرش نقول لك ما تقولش دي كونسي تقول بس كنخاف ما تقولش باش غادي انا نقولوا نستقبلوا مكالمه اتصاليه مكالمه هاتفيه. الو 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 مساء الخير. مساء النور والفل والياسمين والرقي كريم ربي يحفظك يسلمك اهلا و لا سيربريز اللي راهي معكم الاخت زفيره اللي نحبها بزاف. الو استاذ والله واش قلت لكم على لا كارير دوكا؟ واش قلت لكم؟ عمرك تهضر عليه والله كان في بالي سبحان الله يقعد دائما دائما استاذي ونتشرف اللي انا نعرفك ونتشرف انه نكون في قائمه الاصدقاء نتاعك العالمي كريم أكروف. العالمي كريم أكروف في المكالمه الهاتفيه. مرحبا بك كريم. والله مرحبا بكم تبا تاني صافي بليزير. مبروك لي ميساج زيد في تاعي. شكرا لك.
مبروك اللي تشجعوا لا نوفيل جينيراسيون تاع لي ستيليست اكيد الاخت زفيره اللي هي متربيه اولا ربي يعيشك التصميم الحاجه الاولى هي التربيه والاخلاق صح يعني هي وي سي فري كو سي نعمه التربيه ما شاء الله عليك ماشي باسكو قدامي والله هذا شرف ليا وي متواضعه ومتربيه ربي يعيشك استاذ وكيما كنت دوكا نقول لهم في الحصه قلت لهم باللي التجربه دائما عندها دور وعمره واحد ما يكون عنده تجربه تاع 7 سنين يل بيباس يعني واحد عنده 30 دائما يعني كاستاذنا و انا جد فخوره وهذه والله سي اون غون سيربريز ميرسي بوكو يعيشك انا نتمنى لك النجاح ربي يعيشك ربي يوفقك سوين باتونت ربي يعيشك بارك الله فيك ايها بالمناسبه تحيه كبيره لها هو التراث الجزائري ماهوش غير لباس وثقافه وتربيه صح صح, صح صح هو رساله يعني في اللباس في واحد مصمم يدير لباس لازم تكون عنده ايميدونتيتي شخصيه نتاعو سي فري يشوفوا نقولوا هذا الاخت زفيره هذا الاخت كريم وارض ربي واسعه كاين قد ما يكونوا المصابين في الجزائر قد ما شرف للجزائر ويكونوا سفراء ماسوني تراديسيونيل اترافيغ لو موند هذه لازم الناس تفهمها ويقولوا بوغ تو الموند كل واحد عنده ناس كل واحد عنده واش يحب يدير كما قالت هي ما كانش بزاف العراس راحت ودرست ودارت حاجه اللي يخرج لها بوغ لا فام بارك الله فيك بارك الله فيك وهذا الشيء ماشي في السوشيال ميديا ونشجعها دائما نتبعوها كامل بارك الله فيك هذا الشيء ماشي غريب على كريم اكروف اللي هو معروف يدعم دائما انا شفته باللي دائما يدعم لي جون طالون سي لامي دو تو لي ستيليست فوالا كريم من كيما نقولوا من اروع واكثر مصممين اللي خرجوا من الجزائر وراحوا للعالميه فخر وفخر للجزائر الجزائريين وشرفنا في الخارج والله غير وفخر ليا انه قلت لك ننتمي الى قائمه الاصدقاء نتاعك وان شاء الله يا ربي اون برون لا غولاف ما نحشموكمش ونحمروا لكم دائما هذه صديقه واخت على بالي ما سمعتيهاش ربي يعيشك ربي يعيشك بارك الله فيك شكرا نتمنى لك النجاح ونتمنى لك مسير مازال طويل ربي يعيشك بارك الله فيك وكملي وراك تشرفتي الجزائر وأخلاقك وتربيتك وبكلش اللي ما عرفتش يزيد يعرفك اليوم وهذا دور الصحافة بكم اللي احنا نتعرفوا في القطر الجزائري وأطرافيغ لو موند شكرا شكرا لك كريم على هذه المداخلة حبوك بزاف كريم مبروك ربي يحفظك شكرا بارك الله فيك يعيشك كريم قبل نعم قبل ما تروح كريم راح نستضيفوك معنا هنا هذه الايام وراح تجي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله شكرا لك شكرا كريم على هذه المداخله الوغ الوغ الله يعطيكم الصحه والله العلي العظيم والله العلي العظيم غير حاجه فخر فخر سي سا لا ريوسيت انسان والله العلي العظيم لو كان على بالكي لو كان كاع المجالات اللي كاينين الناس اللي في لي ليدر اللي في لي ليدر يدعموا الناس اللي راهم طالعين تكون المجالات كاع ملاح وكاع والله انا عندي يعني بارك الله فيكم ويعطيه الصحه يعني هذه حاجه انا نعتز بها ويعني تزيد تعطيني قوه وطاقه باش نزيد نكمل في هذا الميدان ونزيد نعطي يعني ما في جهدي ان شاء الله احنا كنا حكينا من قبل على التشكيله الجديده تاعك في بدايه البرنامج دونك معليش قبل ما نروحوا للمكالمه التلفزيونيه ماذا بيا تمد لهم اونفادير لمحه على لا نوفيل كرياسيون لانسبيراسيون من وين جاتك في لا نوفيل كرياسيون هكا دي تخي كوم سا الوغ تشكيله جديده ان شاء الله راح يكون فيها اون فاريتي احنا نعطي فيها سكوب يعني حتكون عباره عن شويه كراكو على شويه شرق بلوتو نحو الشرق نروحوا شويه للغرب شويه خافت من الغرب انا شوفوا ناس الغرب جبوا الزهد وغني باك نهبل في كريم ان شاء الله يا ربي حنايا كنا درنا ان بروغرام دو تاع احتفاليه ومهرجانات باش نشاركوا فيهم في هذا العام ولكن ما كتبتش مع جائحه كورونا ما قدرناش يعني نخرجوا خارج البلد ونمثلوا بلادنا ولكن ان شاء الله كاين كما يقولوا بروشان شوتينغ اللي راح نديروه ان شاء الله يكون في المستوى ونرجع لكم باللي فوتو فيه وتشوفوا يعني سامبل اليغون انا هذا اللي ان شاء الله كل التوفيق وكل التالق وما زلتي قاعده معنا راح نستقبلوا مع بعضنا في فقره زوم ضيف من الوزن الثقيل كريم
ضيف مفاجاه للجمهور الجزائري اللي راح يكتشفوه معنا اليوم كما احنا راح نكتشفوه ثاني. اكزاكتومون. دونك نقول لكم مشاهدينا الكرام نتلاقى مباشره بعد هذا الجينجل في فقره زوم. عاود رجعنا لكم وعاود رجع لكم كريم. تفضل. معنا الان سيبون راهو معنا. تفضل. الو السلام عليكم. اهلا مساء الخير. اذا المشاهدين الكرام معنا الفنان المتالق ابن القامه الفنيه فاضل شاكر. معنا محمد شاكر اليوم. اهلا وسهلا بك، مرحبا بك، نورتنا ان شاء الله يكون فهم. اهلا بك. انا مانيش نسمع. الو اسمع فينا محمد شاكر. الو اهلا فيك الطاهرة استاذ كريم. شكرا لحضرتك. كل الي. شكرا تلفزيون شروق. شكرا لك. شكرا لك. نعم شكرا لك محمد شاكر. محمد شاكر يمكن تلبس الكيت باش تستعمل تسمعنا جيد. يمكن في ديلاي. هل ممكن تلبس سماعة؟ تلبس السماعات؟ عم بسمعك الحلو بس في ديلاي بال ايه اوكي في ديكالاج. معليش احنا ما نسمعوكش مليح، يا ريت يعني اذا كان متوفر عندك. هات سماعات؟ اكيد. خلاص معليش مش مشكل. ما عندي سماعات. محمد شاكر يعني الجمهور العربي عرفك بعدة أغاني اللي درتها منها خلصت القصة. لا كريم بالأغاني نحب نبارك لك ونقول لك ألف مبروك الزواج. ألف ألف مبروك. كاين ديكالاج. نستناو يلحق. ايوا باري فيك يا رب. ثانك يو كثير لك. انا محمد شاكر اذا راك تسمع فينا كانوا حكاوا لنا انه القصه تاع الحب اللي كنت عايشها في سبعه سنين اللي انتهت بالزواج. اسكو تقدر تاكد لنا هذا المعلومه؟ سمعيني كويس انت؟ كويس صوت. سمعنا مليح. يا الله ليه هيك عم بيصير معنا؟ ليه بصير هيك بالطريقة؟ معليش يلا نعاودوا من جديد. شكرا. راك تسمع فينا مليح؟ جيد؟ هلا احسن. راح نعلي الصوت باش يسمعنا. تبغى نعاودوا من الاول؟ ايه نعاودوا من الاول. والله نعاودوا من الاول. اعتذر يمكن من عندي انا، اكيد من عندي الكونكشن بروبلم. مشاكل الناس. انيويز أول حاجة قلناها لك هي ألف ألف بالخير إن شاء الله. الله يهنيكم مع بعض. سمعنا كويس؟ سي دوماج. لا سي دوماج. راح نشوف مشكل الصوت مع الكونترول. راح نخليك مع الكونترول. عم حاول اسمع مع منال ونرجع لك بعد لحظات قليله. راح نكملوا معك اكرام. الوغ هذه هي المباشر. هذا هو المباشر. أكيد يعني اكيد ما سي جوست باكي ريغليو الصوت لانه كاين ان بتي ديكالاج بالك سي ان بروبليم دو كونيكسيون. ونعاودوا نرجعوا معاه. مي نو باش كوزا في غاي معانا. احكي لي على القهوه تاع كريم، عجبتك ما عجبتكش؟ حلوه. طلعتي لها السكر اخويا. حلوه كيما هذه القعده. بارك الله فيكم وبارك الله فيكم على الاستضافه. يعني راني نقعد نشرب فيها ونستمتع معاكم. اسكو تعرفي محمد شاكر؟ اغاني عن التعريف والاغنيه نتاعو الاخرانيه دارت ضجه كبيره وسمعناها ومن هذا المنبر نبارك له على الزفاف نتاعو. ان شاء الله يا ربي دايم السعاده والهنا وان شاء الله يا ربي عن قريب نستقبل في الجزائر ويلبس من وتلبس مش هو تلبس مرته من نبعثوا لها ان شاء الله نبعثوا لها من الجزائر مخصوص للحرم نتاعو ان شاء الله وتلبس اللباس الجزائري ان شاء الله. شكرا لك. هو ابن الفنان الكبير فاضل شاكر.
يعني قامه فنيه كبيره وان باسي يعني ان فيكو كبرنا في بالاغاني تاع الوالد تاعو وان شاء الله هو يبقى لا غلاف ان شاء الله ان شاء الله ويكمل ان شاء الله ان شاء الله يا ربي دونك اون اتوندون نستناو يعاود يرجع لينا محمد شاكر حنا توجور نبقاو مع زفيره ونبقاو مع التصاميم نتاعك دونك قلتي لي بلي عندك ان بو دو تو دونك اسكو كاين عندك اون بيرسون اللي راهي الجير لي كرياسيون تاعك ولا تدبر عليك ولا تدي من عندها دي زيدي شوفي هو كما قلت لك نعاودو نرجعو من قبل هي المؤسسه دونك المؤسسه جوسكا بريزون ما كانش يعني انا هي اللي انا ندير في التصاميم وانا هي اللي نعرض اخر تشكيلات دار زفير الازياء ولكن انايا كمصممه وكم جيرونت دو هاد لا ميزون زفيره ما عندي حتى اعتراض يعني كي ان شاء الله تكبر هاد الدار ويكونوا عندها بزاف محلات سي لو ميم برينسيپ دي غراند ميزون اون اوروب ولا في دبي ولا لاخر دوكا حنا نشوفوا يعني كبار الماركات العالميه اللي هي ديور او لوي فيتون او شانيل هما يستعينوا بزاف مصممين علاش لانه باش يغيروا اللمسات ويغيروا القصات وكل واحد والروح ديالو كل واحد ليسبري نتاعو يحطها في هذيك المنتوج ولا في هذيك اللبسه دونك انا مفتوحه لهذا المجال ما عنديش مشكل ولكن حاليا يعني المرحله لو نيفو اللي فيه المؤسسه هذه اللي دار زفير الازياء انا كافيتها وفيتها ولكن ان شاء الله اذا يكونوا يعني كاين العديد من المحلات ونفتحوا بزاف محلات يعني اون شان دو بوتيك ان شاء الله اون اورا با دو بروبليم دو ريكروتي دي ستيليست اللي يضيفوا اللمسه نتاعهم لانه كما تعرفي الاخت ان ستيل شحال يدوم هذا لو ستيليست حيعطي الذوق وحيسي يبدل من رايو ويسي يبدل من ليسبري نتاعو ويتثقف وهكا ولكن شحال يدوم 7 سنين 10 سنين 20 سنه يحبس فوالا فو اون غولاف يفو توجور اون غولاف يعني احنا دائما شفنا بلي كبار المصممين عطاو لا غولاف لولادهم ان شاء الله بالك انا نعطيها لولادي يعني افيك لو طون يكونوا عندك دو ديفيرونس باسكو علاش اسمحني السوق كبيره والاذواق تختلف وحنا لو كان نديرو في راسنا بلي ننتجو السوق كامل جزائري لازم نرضيو جميع الاذواق انسان واحد ما يقدرش يرضي جميع اذواق يعني المجتمع دونك اون اساي ان شاء الله اون غونديغا حبيت نسقسيك سؤال خفيف هكا زعما كي لاحظت بلي انت انسانه ذكيه اسكو زعما خممتي في هذا الوقت تاع كورونا ولا بيريود هذه تاع الحجر ديروا ديفيلي دو مود هكا اونلاين ولا ديروا اللي يشوفوه الناس عبر التواصل الاجتماعي ولا سبقت الافكار خليها مفاجاه قبل ما تجاوبينا ولا روحي جاوبينا ومن بعد هو كاين مشروع حكينا فيه وراهو على وشك يعني في تطور الانجاز ان شاء الله الشهر المقبل ان شاء الله يكون عندنا اون بوتيت سيربريز للجمهور اللي استنانا وتوحش لي كوليكسيون تاعنا يكون عندهم ان بوتي شو فيرتوال يقدروا يشوفوه على يعني انستغرام وان شاء الله يا ربي يعجبهم حنا ونسي كما قلت لك ونسي نتعاملوا مع الوضع بلا ما نضروا ركيزة هاد الدار هادية باش ما يكونش ترو دو فون على الاكستيريور في هاد المرحلة اللي ننجزو فيها ولكن ان شاء الله احنا نأملوا خير ونأملوا باللي الوباء راح يروح علينا وندعيو ربي ان شاء الله نعاود نولوا كيما كنا باش نكثروا ونكبروا في المشاريع. تخي بيان دونك انا نتمنى لك كل التوفيق ونقول للمشاهدين الكرام باللي تنكيتي با زفيرة مازالت قاعدة معنا ونقول لكم مشاهدين الكرام نروحوا فات الاشاري الصغير ورانا رجعنا لكم مشاهدينا الحلوين معنا زفيرة دار زفيرة ومعنا شكون زعما انا؟ عطونا في شكون انا؟ واش راك تشوف؟ لا يعني حبيت زعما نعاودوا نرحبوا بالضيف تاعنا اللي راهو عن طريق سكايب مساء الخير اهلا وسهلا بك دونك نعاود نذكر المشاهدين انه معنا نجل الفنان المعروف فاضل شاكر محمد شاكر مرحبا بك اهلا مرحبا فيك نورت البرنامج نورت قناه الشروق وبعتذر يا حبيبات قلب انتو هذا نوركم والله يحفظ لكم هذا الجمهور يحفظ اهل الجزائر الطيب حامل سلام كبير كثير كثير من والدي لكم ان شاء الله نزوركم قريبا يا رب
بتمنى تكونوا حبيتوا اغنيتي الجديده شخص ما كمان. على ذكر الاغنيه الجديده شخص ما اللي كان لحنها شاعر نادر عبد الله وكتبها شاعر نادر عبد الله ولحنها خالد عز، انت كنت هديتها للزوجه تاعك المصون، احكي لنا كيفاش وعلاش هديت بالذات هذه الاغنيه الى الزوجه العزيزه. نعم يعني اغنيه حبيت اعبر فيها عن احساسي ونزلنا اياها وحبيتها الناس وفيها طاقه ايجابيه، هذا اهم شيء انه فيها طاقه ايجابيه. يعني هذاك التعبير فرحت فيها، التعبير عن حبك لزوجتك جاء يعني هو التعبير عن سبع سنين بدي. يعني سبع سنين تعبير. هلا شوفي، هلا التعبير عن حب اوكي ما بيصير باغنيه، هو بيصير بسنين وتضحيات بس بعتقد هي بتعرف انه انا بحبها والناس حبت الاغنيه وهذا اهم شيء. وانا حبيت نسمع وانا حبيت نسمع جمهور برنامج كوفي تايم وكل الجزائري اللي رامي يشاهدوا فينا بيشبهني فيه. وبعد لقيت كثير هذه التعليقات، يعني ردك من غير اني ابنه، يعني كيفاش قررت انك كيف، ما هو اسلوبك، ما هو يعني ما هي كومون دير لي بروغرام، ما هي برامجك، ما هي برامجك يعني باش تغير هذه الرؤية هذه النظرة انك تقلد في الاب نتاعك. نعم 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 100%. انا حقلكم الموضوع انه الناس تشبهني بشخص كبير بعيدا عن هو والدي، هذا وسام على صدري، ولكن انا بآمن انه ما في شيء انه بقلد حدا او بيشبه حدا حينجح، فانا ان شاء الله بالايام اللي جاي عم حاول اختار اغاني تشبهني، اعمل هيك بصمة لإلي ان شاء الله بالسنين اللي جاي يقولوا هيدي مثلا الاغنية تشبه محمد شاكر، هذا اللي عم حاول اعمله، والموضوع بده وقت يعني، موضوع أكيد. بده وقت، حيضل الناس فيها تشبهني بوالدي وهذا برجع بقول وسام على صدري، بس ما في حدا حيجي بيشبه صوت الوالد او بيجيب احساس الوالد، لا انا ولا غيري، هيدي صراحة يعني. اكيد وتحية كبيرة والدي استاذ كبير كبير كبير، تحية كبيرة للاستاذ فاضل شاكر يعني. تحية كبيرة للأستاذ فاضل شاكر. شكرا حبيبي. كلك ذوق. ربي يحفظك. وعلى ذكر الأستاذ فاضل شاكر، الأستاذ فاضل شاكر كان دار بزاف ديديو مع فنانين كبار مثل يارا مثل شيرين. أسكو هل نقدروا نشوفوا محمد شاكر وفاضل شاكر في ديو واحد؟ قريبا إيه نعم قريبا عم نحدد ديو قريبا، بس تعرف المشكلة؟ المشكلة إنه هلا بالوقت عم خاف نزل اغاني، عم حس الناس يمكن ما قادره تتقبل اغاني جديده، عم تحاول تسمع الاغاني القديمه يمكن ان ماله او شيء، والاغاني القديمه بترجع لها ذكريات، ما بعرف وضع كورونا بصح لخبط الدنيا كلها. صح صحيح، لكن هذا يعني ما يمنعش انكم تجمعوا بين الجيلين، يعني الجيل جيل فاضل وجيل محمد، يعني يجتمعوا راح يبدوا حاجه جديده. عم نشتغل على العمل قرب يخلص بس بالتوقيت المناسب حننزله. هذا امر كما نقولوا لي بتونا يعني معلومه حصريه للشروق. نعم معلومه حصريه، لا اذا بدك معلومه هي بكره حتنزل اغنيه لبابا، بعتقد تعرفها انت، اغنيه ربينا علينا كلياتنا اسمها ذهب الليل. ايه ذهب الليل وطلع الفجر بكره حتنزل. غنيها معلش، دندنها شويه. ذهب الليل وطلع الفجر والعصفور صوصو بعدين شو شاف القطة قال لها بس بس قالت له نو نو. فبكرة إن شاء الله هتسمعوها بصوت بابا إن شاء الله. إن شاء الله هذا معلومة حصرية لقناة الشروق والجمهور الكبير تاعنا باش يسناو غدا باش تظهر هذه الأغنية ان شاء الله. نعم حبينا ثاني نزيدو نسقسوك محمد شاكر، يعني في الفتره الاخيره كان في الصيف اللي فات صرا الانفجار بيروت، هل انت كنت متواجد بيروت ولا في قطر؟ لا كنت بقطر، وصراحه شيء بزعل كثير نحن كلبنانيين كعرب كلياتنا نشوف مثل هيك مدينه حلوه عم تتوجع، خصيصا لو ونحن وبعاد يعني قلبنا وجعنا. هيدي بيروت عروسة الدنيا، وإن شاء الله بتعمل بترجع من جديد، ترجع بيروت إن شاء الله. نحن قد ودود وأزمة بتعدي إن شاء الله علينا إن شاء الله. أنا حنرجعك شوية للفن بعد ما داك الانفجار القريب. أنا حبيت نسألك سؤال، أنه كثير من الفنانين يعني في بداياتهم ولا في انطلاقة تاعهم يختاروا أنهم يعملوا ديديو
مع فنانين كبار، يعني كيما عملوا مع الاب نتاعك مع الاستاذ فاضل. انت من غير الاب تاعك، من غير فاضل، من يستهويك من كبار الفنانين؟ انا اللي اكون صريح معك، عم حاول شوف فنانين بيشبهوني، بيشبهوا الجيل اللي انا حابب اوجه له الاغاني، ما عم فتش على الفنانين الكبار صراحه. في كم فنان عبالي اعمل معه ديو موجوده بالمغرب بالتحديد، ما حاب اقول اسمه، بس ان شاء الله انا عبالي اعمل معه ديو ان شاء الله بالايام اللي جايه بنطرح الموضوع عليه، واذا قبلت بصح. اذا بصح هيك ما جاوبت على سؤالي اللي هو انا اللي هو شكون الفنان اللي بدك من الفنانين الكبار. انا بالنسبه لي بحب شيرين، انا بموت بشيرين. مش بحب شيرين، انا بموت بشيرين. شيرين عبد الوهاب؟ ايه طبعا طبعا. احساس، مش بس احساس، احساس وصادق. الصدق هلا بهالايام ما عم تلاقيه، ما في حدا عم بكون صادق باحساس اللي عم بغنيه، كله صار تجاره بحبه. لكنك محمد، انا حابب لا روح فن فن. اوكي محمد شاكر، احنا رعنا في فيديو فيه انت والاستاذ فاضل شاكر دندنه خفيفه، لو كان نشوفوها وتزيد الدندن انت معنا فيها. ما فهمت، في فيديو انا ولبابا؟ نعم عندنا فيديو مقطع ليك وللاب، راح نشوفوه مع بعض انا ومع المشاهدين. يلا اوكي اوكي يلا ليش لا. ليه الجرح لو من غيره يتباح بالبطيء، ليه الفرحة مشيت من طارق وانا في طريق، لكتر الوجع خلاني مش حاسس بشيء، اللي دايما بعيش طيب وسامح في اللي خان، ليه بقول نصيب عشان اجيبها على الزمان، ليه بضحك وايدي ماسكة جرحي بخاف يبان، بقابل ياما ناس وكلهم زي بعض، يا ريتهم حسوا بيه العمر يعدي، لكن الاشخاص والايام هي هي. لو نرجع نسامحه بيرجع ما يبقاش بريء، اللي ما بقاش في حد بيخلص. الله 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 ما شاء الله. اكزاكتومون كما قال المثل، مثل ذلك الشبل من ذلك الاسد. صار لي يمكن حيصير لي سنه وسبعة اشهر مش شايفه والله، اشتقت له واشتقت لامي واشتقت لعائلتي. ايه والله. يلا يلا، واش تقول للعائله تاعك وللاب الفاضل بشكل خاص؟ بقول لهم اشتقت لهم من كل قلبي، والله يطول بعمرهم يحفظهم يا رب ويفرج همهم، نرجع نجتمع كلياتنا وبس، هذا اللي بتمناه يعني. ان شاء الله بتمنى. ان شاء الله ربي يجمعكم عن قريب. اكيد عن قريب. امين امين يا رب. امين بعد امين. بعد ما يجعل كل ايامك الفرح انت والجمهور اللي عم يحضرنا يا رب. شكرا شكرا لك. يعني بعد ما تروح عنا جائحه الكورونا، اسكو يعني هل انت مبرمج انك تجي الجزائر ولا راح يكون ان شاء الله في مشاريع بالجزائر؟ عبالي كثير، عبالي كثير، عندنا اصحاب كثير بالجزائر، عبالي زور الجزائر، بسمع عن شعبها كثير طيب، وعبالي روح شوفه. مرحبا مرحبا ان شاء الله. مرحبا بك، اهلا وسهلا فيك. انا والله محمد شاكر نفسي اذا بيجي، بس اذا بيجي بنتعشى مع بعض. مرحبا اكيد، اهلا وسهلا. بس اهلا وسهلا محمد شاكر، انا نفسي نسمع هكا حاجه جزائريه تغنيها لنا. الا راك حافظ اكيد. انا ما حافظ اغاني جزائريه عن جد، بعتذر، بس ليش ما بنتعامل ان شاء الله مع شي شاعر جزائري
ان شاء الله ان شاء الله. فكره حلوه، فكره حلوه، نتعامل مع شي شاعر جزائري، بس لازم يكون العمل جزائري متكامل لا يوصلكم. ان شاء الله. شعر ان شاء الله. اكيد نتشرف بيك ان شاء الله يا ربي، وكثير سرتنا هذه المكالمه، وان شاء الله نعاودوا نسمعوك ونبقوا دائما على تواصل. انا بشكركم كثير على استضافتكم لإلي، وعم حاول افهم على الكلام شوي صعب علي. والله احنا ثاني عم نحاول كثير كثير نوصل. ما بأس ما بأس. يلا في الاخير. ثانك يو كثير لكم، ثانك يو لتلفزيون شروق. شكرا. كريم زهرة، ثانك يو لكم. شكرا لك. في الاخير، في الاخير حبينا يعني نسمعوا من عندك صوت، انا نسمعوا حاجه من عندك يعني. سمعت شيء من عندي؟ بنقول لكم مقطع من اغنيه جديده بننزلها ان شاء الله. بتقول صباح الصباح اللي جاي احلى مني راح، ده احنا نسينا وبدنا نرتاح، واللي مشي والخسرانين يا صباح الصباح في معنا من الراح، امي راح عنا ونزاح، والله نحن الكسبانين، دي الدنيا حلوت بصراحه، وشنا نور لما بعدته بلا هم وغم وحرق الدم، الواحد مش ناقص حاجة، العكس كده أحسن لينا، ما عملنا كتير اللي علينا، مع ناس ولا بتقدر أصلا، حطينا مشاعرنا في تلاجة. بس شكرا شكرا لك. إن شاء الله هذه تنزل قريبا كمان، إن شاء الله تنزل. إن شاء الله. شكرا شكرا. انا بتشكركم مره ثانيه، تحياتي لالكم من الجزائر الطيبين. شكرا ربي يخليك. سلام عليكم. ثانك يو سو ماتش. ثانك يو. شكرا مره اخرى. شكرا. باي 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 باي. ايه زافي غايت الشغل، انا كي نهضروا عندهم نقاط في غايت يطلع لي الموضوع. يكبر بك يعيشك. يعيشك. الوغ واش رايك؟ كتكون تسمع شويه الغناء؟ بيان سور سورتو الغناء تاع المشرق. الغناء تاع المشرق كاين وكاين، كاين لي شونسون هكا لي يديروا تاعو. شي الغنيه اللي كتسمعها زافي غاد اكرام، زافي غاد جو بارل دو توت اون ايكيب اللي كتسمعها اكرام الدوب. ايه والله غير ما كاينش اغنيه حضرت لي في بالي، بصح نسمع بزاف اغاني هكا اللي يديروا البوز اللي لحقوا لينا بيان سور. شيرين اليسا، شيرين كذا يا قلبي جماعه. احنا هذه هي لازم واحد هكا يمشي للمود باش يتعدل المزاج. اعطينا اخر اعمالك اللي كتوجدي فيهم. باش اعطينا اغنيه انا اعطينا اخر مقطع فيها طفله. اخر اعمالك ندوه سكوب هكا لقناه شروق. قلت لك ان شاء الله انا نوجد في اخر كوليكسيون اللي نطلقها ان شاء الله شهر 12 اذا وفق ربي ان شاء الله، وهذه هي تكون عباره عن تشكيله. لو تيم دو لا كوليكسيون ما تعطيه الناس هكا حسري. والله لو تام دو لا كوليكسيون هي نعاودو نحييو العادات ما بين الماضي والحاضر. هذه هي ان شاء الله عندي واحد الفكره ندير لها ان بون مونتاج ان شاء الله ونطلقها في لي ريزو سوسيو باش نخليو التقاليد يعني نعاودو نسترجعو ونتذكرو ذكريات زمان وعادات زمان ولكن بحله جديده وبملبوس الحاضر ان شاء الله. ما شاء الله عليك بالك صغيره في العمر مي في راسك ما شاء الله، وراني على بالي بلي المشاهدين يشاطروني الراي. بارك الله فيك. ما شاء الله عليك تقنع. بيان سور انا نحب كي يكون واحد يمتهن مهنه وكي يمد الرساله يقنع. الحمد لله يا رب. ما شاء الله عليك نورتينا اليوم. يعطيك الصحه وجودكم دار زفيره، ونرحبوا بك مره اخرى في اي مره. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله جيت لعنا لهنا، مرحبا بك. قاعدة خفيفة ظريفة يعطيكم الصحة. ديك خفيفة يعيشك. إذا 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 حنا يا مشاهدينا الكرام لضيق الوقت نختتم حلقة تاع اليوم وآخر أسبوع، نتمناو لكم أسبوع آخر أسبوع نهاية أسبوع نهاية معليش. أسبوع مليحة، ونختموا بأغنية الفنان محمد شاكر، ونشكروا الفريق التقني على رأسهم ميمو والرئيس محمد التحرير. أمين جنادي مخرج البرنامج رئيس التحرير البرنامج منال غضاب، ونشكركم أنتم مشاهدينا الكرام، نتمنى لكم نهاية أسبوع موافقة كما قال لكم كريم، نتلاقاو الأسبوع المقبل لكن حنتم